مرحبا، اليوم حنقلب نائلة. انت برخي صوتك لما تسمعك. حنروح قلنا النائلة انهم يقبلون هذا الفلوس في البقالة صح؟ ايوه. سلطان حيكون باتفاق معي، حدي فلوس حقيقية وحيحاسب. هي نائلة حتحسب انه دفع دي، ونخلي نائلة تدفع راعي البقالة. طيب يلا يلا. هذه حقيقية، حطها بجيبك. مرحبا، اليوم راح نروح البقالة نجرب هذا الفلوس الايش؟ الكذبية. يلا خذي انت واحدة. 1000 ريال. 1000 ريال هذه 1000 ريال سلطان. حيقبلها ولا لا؟ انا اقول حيقبلها. انت تقول حيقبلها؟ يلا اجل ما دام انت قلت اقبلها انت اول جرب. طيب اوكي؟ يلا بعدين نائلة اوكي؟ يلا عزيزان. رايحين على البقالة، شوفوا نائلة متحمسة أكثر، ها سلطان مستعد للمقلب؟ يلا ادعس. يلا. نائلة مصدقة انه حيقبل طلع البقالة هذه. طبعا زي ما اتفقنا حنخلي سلطان عنده فلوس حقيقية في جيبه وحيحاسب، حيسوي قدام نائلة انه اعطاها هذه، هو حيعطيني هي ونائلة حتدي هذا، هي حتاكل مقلب حيقول لها ايش؟ اقوى مقلب هذا. رجع الاغراض. يلا انطلق. سبقتنا. ها كيف فنانة ماما؟ مشيتها؟ وقفت ومشيتها. يلا جيبها. يلا يلا وصلنا البقالة. ياك واحد ياخذ فلوسه المقلدة. يلا يا سلطان خذ فلوسك المقلدة، خذها يلا ونجرب حظنا. تراني يا نائلة انت سلطان ما جبت ولا ريال، هذه اذا ما قبلها ما نزال. طيب يلا راح نقي بس 4 5 ولا كيف؟ يلا انا ها اخترتي؟ شو اخترتي؟ بابا بس ايس كريم؟ ما ادري شو نقي. يلا نقي اللي تبغاه. يلا كم حاجة؟ ها؟ 3 4 بس؟ ما احس نفسي بس ما تبغى لها؟ ما حسيت نفسي اذا كان عندي عصير. قد اكلت؟ خلاص يلا. انت يا نايلة؟ بس تمام بس هذا؟ على كيفك جيبي شيبس جيبي عادي 4 أشياء 5. يلا نشوف سلطان أول. طيب أنا أجرب فيه. أنت عنك يا يلا يا سلطان حاسب. هذا عندي يا يلا حاسب. ها محمد أدي. يلا موافق هذا فلوس؟ ها محمد. يلا نايلة روح جيب شيء ثاني. كمان شيبس. اوكي كمان شيبس. ها يلا يا سلطان خلصت انت؟ خذ اشياء حطها في الكيس. خلاص محمد يلا هي نايلة. يلا يلا خلاص روح يا سلطان خذ كيسك قبل فلوسك. تحيلي اي بعد بعد يا سلطان. يلا باقي نايلة نستناه. يلا محمد شوف كم هي. خلاص يلا عندي اللي يسوق سياراتنا برا. كم حاجة ما شاء الله أنا أخذ في مندين. 4 كم؟ هو أخذ وخلاص. طب ليه أنت ساكت؟ إيش يبغى؟ يبغى فلوس هذا؟ يبغى حق سلطان بس، نايلة ما يبغى حق ذاك. يلا ها؟ ما يبغى فلوسه. كم هي فلوسه؟ 9 وربع. سلطان أخذ حقه، هذاك خلاص؟ أنت ما يبغاك، إيش الحل؟ يرجع الأشياء؟ نجي مرة ثانية؟ قولي ليش اخذت حق سلطان؟ طيب ليش اخذت حق سلطان؟ خلاص تبغى حق سلطان انت ما يبغاك. خلاص يلا رجعيه ويلا. ها؟ ما يبغى ما يبغى. هيا تعالي رجع شاب. خلاص حظك سلطان حظك حلو. شايفه كيف؟ خلاص سلطان حظك. انت وافق على نايلة لا
أنا ما سبقك راح تسرع الدور فين؟ ما غلط. يلا هالبيت هبا البيت حقيقية؟ نعم. سلامة انتي مرة؟ ايش نقول لها سلطان؟ مقلب. مقلب مقلبناكي. ليش؟ ليش؟ وعنده فلوس حقيقية أعطيناه قلت أنا فلوس حقيقية قدامك سوينا نفسنا ندفع الفيك وهي أصلا حقيقية مقلب تدان تقدر هل أنا فنان يلا كنت حجبكي صح؟ إيوه أنا عارف أخذ هذه فلوس ولينو باقي حدفع أنا يلا هيرح يلا مسكينة صدقت من جد خلاص هذه فلوس الكبير رجعناها اللي مقلبناها